يمشوا للوطنية معاه مايسترو عمل شد بلاست وشد روحه من خلال الانتباعات من خلال نسب المشاهدة وكيف كيف نحكيه على واحد من الأعمال الناجحة اللي اليوم فرض روحه في الخريطة وعودة الأمل للوطنية. يضحك المخرج ضحكة شو يا سي الأسعد؟ صح شريبتك وصح شريبتك صح شريبتك مستمعين لا ضحكة به إنه رجع الأمل للقناة الوطنية رجع الأمل به رجعت المكانها الطبيعي به غانم الزرلي صح شريبتك صح شريبتكم والله مغامرة حلوة بيان سور مغامرة تفتق على شيخة عملنا برشا كيف وحنا نعملوا في شخصية يونس في كادر مزين في لما حلوة برشا متاع ممثلين فيهم شكون أول مرة نلعب معها وفيهم شكون نحبه مقبل أنا تفاجأت لقيتك في شخصية مختلفة برشا على اللي قدمتها معناتها المرة هذه مساعد أول للمدير الإصلاحية معناتها هكا نجم نقول على شخصية يونس شيف جارتي معناتها كان يقولوا لي برشا أدوار عمري ما كنت تخيلك تقبل تاخذ الدور هذايا صحيح معناتها خاطر هو الحقيقة معناتها جينيرالمون الناس تشوف ديما أكثر حاجة أحسن حاجة عملتها ويحاول يعيط لك في رول قريب منه لسعد ليه لسعد قريب من المسرح لسعد يعرفني من سنين من اللي أنا كنت في ديزاد وديما يفكر فيه وقت اللي جيت الفرصة ويعرف اللي أنا ممثل عيط لي وحب نمشي فيها المغامرة هذه ومشينا فيها لسعد اكتشفناك سنة معناتها نحكي على الناس اللي مغرومة بالدراما لسعد الوستي خدمت في السينما تطرح اسمك برشا مرات مع نجوى سلامة زدا كيف كيف خدمت الله يرحمها خدمت مع بعضكم برشا أعمال خدمت أمبيلونس قلت لي في الكواليس ذكرتني بالسيري لكن نجم نقول أنه هذا العمل متاعك بالأساس معناتها نجم نقولوا ان العمل اللي بالحق تبنيته من 2016 وكان هدف اساسي متاعي انه نخرجه للنور اكثر مني كنت مفكر في روحي وني نتعرف لكن بالنسبه لي انا كانت تجربه انسانيه سعيد انه يجي نهار ونخرجها والحمد لله انه في الاخر تاول مايسترو موجود كان معايا نهار تسبت السيناريست عماد الدين حكيم وحكي لي على الرحله متاع العمل هذايا معناتها كانت سهله رحلته العمل هذايا باش يوصل اليوم للبث معناتها كانت سهله الرحله نتاعو شو هي بديت هكا بفكره نحب نعمل عمل على الموسيقى على الاطفال الشوارع من بعد تعديت الفكره مع رياض تجربته اللي عملها رياض فهري في الاصلاحيات انت مشيت لرياض ولا انا احنا نخدموا مع بعضنا عندنا مده عندنا علاقه كبيره واحنا نخدموا على بروجي يا اخي حكيت له الفكره حكى لي تجربته من غاديك بنيت الفكره نتاع المايسترو وقبل ما نبدأ حتى في السيناريو شفت أكثر من 150 طفل وطفلة اللي عاشوا التجارب اللي بشوفوهم في المايسترو اللي عاشوا تجارب الإصلاحية اللي عاشوا تجارب قاسية في حياتهم نحكيوا على الأطفال حكيت معاهم صورتهم مشيت للإصلاحيات مشيت شفت ورياض حكي لك ولا نعتك على شوف أنا مشيت شفت في الإصلاحية أخرها حتى قبل ما نبدأ نصور شفت برشا أولاد اللي كانوا في الإصلاحية شفت الأولاد اللي عمرهم من 12 سنة حتى 18 حتى من بعد 18 واللي حكيوا على تجاربهم في الإصلاحية شفت عباد ما دخلوش الإصلاحية لكن للأسف مشروع عباد باش يدخلوا الإصلاحية فسألت روحي قلت احنا ديما نحكيوا سياسة اقتصاد ومشاكل ما حكيناش على الجيل اللي غدوة الجيل هذا هو غدوة أبخي 5 ans 10 ans هالأطفال هذوما هم الجيل الجديد فالجيل الجديد هذا يعاني في معاناة كبيرة وفي قسوة كبيرة في قديش كستيت من طفل صغير قريب الميتين اخترت قديش احنا اخترنا 16 في أدوار رئيسية وفما 40 اللي هما كومبارس لكن عندهم كلام عندهم جو عندهم حضور عندهم حضور 16 قلت لي 16 ال 16 هذوما عملت لهم دي تيست كاميرا عملت لهم ال 16 هذوما كانوا بالحق خليط كانوا فيهم اللي بالحق عاش تجربة هذه جبت ناس عاشوا التجربة اللي يحكي فيها المايسترو وفيهم اللي ما عاشش تجربة انه يعمل تياتر فيهم حتى اللي يعيش خارج تونس ويعني في الاخر الستاش هذو خليط من ناس عاشوا بالحق التجربة من ناس عايشين توا اللي يحكي فيه المايسترو كانوا في الاخير هم مهمش يلعبوا في شخصيات هم يلعبوا في شخصياتهم في الدنيا معناتها حياتهم هم يجسدوا فيها الناس هذوما
تقريبا تعاملت مع الاطفال وصعيب برشا باش تتعامل مع الاطفال قدام الكاميرا او الحاجه ده. فما صعوبه قانونيه لانه الاطفال لازمهم تراخيص ويلزم زاد الاطلاع على شنو باش يقدموا شنو يعملوا. الامور هذه كانت سلسه تعاملت بسلاسه هوني معناتها نحب نشكر حسون بن عادي اللي كان هو معايا في الكاستينج. هوني اش كانت انا مشيت بطريقه انه بدينا نعمل في ديزاتولي بديت نلم فيهم الكل حتى واحد ما نقوله شنية الدور متاعه وبدينا نقراه في السيناريو وبدينا نمثله في شخصية كل شيء. بعد شوي بشوي ظهر بديت تظهر كل واحد شنو بشيخه وغانم يعرف حاولت بشكون أكثر منهم خو كبير وصديق أكثر من علاقة مخرج وممثل. هذاك سهل علي الخدمة معهم. عملنا لهم زادة دي سيونس دو ترافاي أتولي موسيقى علمناهم كيفاش يعزفوا علمناهم كيفاش يمسوا ديزانستريمون. هذا الكل صار قبل ما كل واحد يعرف شنو الدور نتاعو. في الاخير هما لعبوا الادوار الكل واوليائهم كانوا على اوليائهم بتراخيص وكل شيء بتراخيص حتى في الدراسه نتاعهم. فما جزء منهم للاسف ما يقراش مقطع الدراسه. لكن اطفال الشوارع هذوما اللي مثلوا معاك واللي هما معناتها قلت لي انت كانوا لسوء الحظ نجم يكونوا مشاريع في 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 اصلاحيات. فمش شكون تبدلت حياته بعد التجربه نتاع ال سيرش نقول حاجه معناتها بالحق اللي يحكي فيها لسعد على خاطر وقت اللي فما شكون يحكي على تجربه انسانيه في العمل هذا لان بالحق تجربه انسانيه يعني الأربعين اللي يحكي عليهم كومبارس جوابا على انه بدلت حياتهم. انا نشوفهم وانا نبدا ماشي البلاتو جايين قبلي يمشيوا ماخذين ترانسبور وطالعين ويمشيوا في الوقت معناها باش يحضروا ويتبعوا في البروجي ولليوم معناتها يبعثوا لي وصحاب ولينا وعلاقه متطوره بشكل كبير. دونك اكيد هذا درس ممتاز انهم يعيشوه في الديسيبلين هذيك وفي بلاتو وكل في العمر هذا اكيد انهم تنقذوا من اي شركه غانب. انت لعبت مع فتحي هداوي اللي يعتبر واحد من عمالقه التمثيل في تونس معناتها كان دوره استثنائي كان ماجسترال كما العاده فتحي هداوي ولعبت مع اولاد صغار اللي بعضهم يمثل لي اول مره ونتذكر في الحلقه الثالثه اكل الكلاش اللي صار ما بينك وما بين مالك بن سعد سؤال بيرسوناج بتاع شيء بيفتق مالك محليه وقديش تغير وتبدلت الاتيتيود نتاعو الكل في الخدمه هذه وقديش ولا يحب يمثل بالحق ويحب يكون قد الداخل والاولاد الكل محليه. ما نعلمك انت قلت على فتحي انا وفتحي واحمد ودره والكلنا اللي بقتنا بالحق في جو حقيقي وصحيح هما الاولاد على خاطر وقت اللي تلقى طفل في العمر هذيك وبالسنسيريتي هذيك ومسيب ما عندوش حتى حاجز وحتى مشكلة على خاطر ساعات لا فورماسيون تعمل دي فورماسيون هما جايين هما يمثلش هو سبونتاني يلعب تلمون سبونتاني اللي ولينا احنا الكل يزمنا نخدموا الموتورات بتاعنا ونطلعوا البارة باش نخلطوا عليهم. مالك كان تبارك الله عليه مالك اي مالك هو عنده تجربة كل شيء. اما حتى الاخرين انت سألت سؤال بي المايسترو ريت اللي يحكي فيه المايسترو انك بالفن بالموسيقى مش تغير في وسط اصلاحيات في وسط سجون في وسط نظام اصلاحي غالط. احنا هذا اللي صار انه توا عنا اولاد انه دخلوا كونسيرفاتوار بعد مسلسل انه توا فما اولاد اللي باش يمشيو يقراوا مسرح اللي فما اللي كان في مخه انه يعمل براكاج واحنا عنا شكون نهارو يمشي يطلع فوق قنطره بالحجر يضربوها ويمثل معانا بشوي بشوي تبدل جيبولي الجمعه الجايه تغير شكون منهم تم كل كالي ليه بشي يزمو يجي يزمو يجي خطر باش يكون عبره باهيه لبرشا قاعدين اليوم يعملوا في حاجات خايبه في بالهم هذاك امتى حاجه في الدنيا. نقول لك حاجه هيك وقت اللي نجموا ينخرطوا في نادي نتاع موسيقى ولا نادي نتاع مسرح ويوليوا مشاريع نتاع ممثلين. نقول لك حاجه اللي تشوفوا انهم يجيو حافظين النصوص نقول لك حاجه مغرومين. حافظين الديالوج بتاع البارتنير نتاعو هو غانم يعرف كي يغلط شوف الفريشور نتاع الجديد هذاك وحاجه اخرى اللي زاد احنا تخلقت انا نقول تخلقت اون فامي نتاع المايسترو ما عادش ما نحكيوش اللي فتحي ساعات ما يصورش يجي البلاتو احنا قريب من دار نصور دونك يجي فما هكا الكونتاكت ما عادش فما خوف خاطر هو يشوف في فتحي يشوف في غانم يشوف في دره يشوف في احمد بعد الكونتاكت اللي ولا بينه. احمد الرول نتاعو اللي امبورطون هو الميوزيسيان اللي بشوطه غادي يخافوا منه يقولوا يسكتوا يخافوا من حد معناتها في بلاتو اما يخافوا منه علاش خاطر تخلقت حاجه بيناتهم. اي مو جو بونس كو اهم حاجه زيد نحب نخرج منها من المايسترو هذايا كيما نحب نغير ونخلق حوار
يخلقوا المسلسل. كما نتمنى انه هالاولاد هذول هما 16 بالكومبارس 40 ولا اكثر بشوي بشوي نجموا نغيروا على خاطر بالحق كي تشوف هذا الهدف الاساسي من هذا الهدف. انا ما عرفتش كيف فما هدف نتاع اوديمات وهدف نتاع فرجه وهدف شو ليه صدقني نقول لك حاجه بالحق تجربة انسانيه ما نتصورش باش ننساها في حياتي اكيد، لكن محلها التجربه الانسانيه كي تتوازى مع نجاح جماهيري طبعا واليوم نقول لكم ما نعرفش عندي معلومات نسوقها بتحفظ انه في 3 ايام العمل هذايا معناتها دخل استشهارات قال لي دخل قد اللي دخلوا الدوامه وتعاملوا الكل في 3 ايام وي خاطر فما حكايه سانسير وحكايه شدت ولا انا غلط صحيح صحيح شفت العصفوره وصحيح نسبيا انا ما عنديش لا لا فما حاجه اخرى زيد اللي هي مهمه انه العمل هذا انا نقول روحي محظوظ خاطر ساعات واحد يقول لك انا محظوظ لاني خدمت في ظروف زيد باهيه انك تلقى كاستين كيما هذا فريق تقني تبنى المشروع راهو فما فرق بين التقني يجي باش يخدم باش يخلص ويمشي على روحه لا لا ظهر شوف ظهر اللحم راهو من بعد كي تتفرج تحسها ظهر بربي بالنسبه للناس اللي ما يستروا حتى لتو مازالوا ما شافوهاش نقول لكم انه اعملوا طلع على الوطنيه مع 8 تبداو انتم 8 ودرجه 8 ودرجه 8 كل وقت هذاك قبل 8 بشويه حطوا الوطنيه وتفرجوا في مايسترو والاحداث بدات تشد بالقدا انطلاقا من الحلقه الثالثه أنت اليوم نتصور ما شفتش الحلقة اليوم خطر نخدم هنا كان عشنا نشوفها أما بدأت تشويق متاع الأحداث خدمت أولاد وبنات ده كيف معناتها ونور قمر استثنائية كانت خليني أعطيكم البوندانونس اللي كانت مع غانم باش تشوفوا شخصية غانم من خلالها تنجموا تفهموا شون لكسيكال متاع الشخصية يونس هذا الرجل اللي من غير قلب من غير عواطف من غير أحاسيس من شو واثق إنه ما غير قلب إلى حد الآن إلى حد الحلقة الثالثة فما مقطع نرجع نحكي فيه معاه فما خليكم معنا الإصلاحيات هذه تعملت باش تربي الفروخ هذوما وترجعها مع السكة مجرمة كيف هذم ما يحترموك كان بالمصبت عرفت تربي ولادك عرفت تربي ولاد مين الصغار قتلتوا فيهم كل حاجة حلوة أما كان يحبوك تحترموك بالحق اللي عمل المجلسية في شهرين عملتو شيء في 30 سنة غانم زرالي كان متميز في شخصية يونس ماهيش مصايف وجوالين خلي قلبك في الدار مجرمة وفصايل على الصغار وانت تتبنى في الشخصية بهذا الشر شو من داخل يمشي فيك من انت أكيد أنه عندي شرير فيها كالكو بار كما كل إنسان عنده للجانب الشر هذاك فما كل إنسان عنده خرج الشرير اللي فيك في في ادوارك اكيد اني في الاخر بكل باش نلوج حاجات في ذاتي نلوج عليه نتكشف عليه مش معناتها نعرفه 100% نجبدو نلقاه السيكاتريس اللي في وجهك لا توصل للسيكاتريس الاهم انك توصل لدرجه من التوليرانس اللي هي غريبه ما نجم يعملها كان الممثل انك تنجم تحل ودنك للشخصيه المنفوره هذه منها اللي يكرهها اللي مقيده الشرير اللي ما يحبوا حتى حد تحل ودنك وتحاول تتعامل معه بوبجكتيفيتي وبنحياز تام ليه هو يعني وقتها نجم تأدي صحيح وقتها نجم تكون هو يونس هو شرير ولا واقعي يونس هو بيدو نجم يكون ضحية كالكوبا على خاطر عابش نقول لك لأنه الحل السهل بكل في مواجهة العنف والعنف أعطيني إجابة معناتها هو شرير وإلا يتبنى الشر لأنه ما ينفع كما قال هو ما ينفع معهم كان هكيك اي معناتها هو واقعي معناتها هو واقعي وبدا هكا لكن من بعد يسي متمخفوزي معناتها هو بيتو تحول معناها لين ولا هاك الدابه هذيك هاك الوحش هذاك اللي ما حجر على حاله لكن لكن حجره نقطه استفهام على خطر في الحلقه الثالثه شفناه سكران ويلوج على المراه اللي يحبها وياكل تريحه وشفنا فيه كائن ضعيف كائن منكسر
بما يوحي انه في الحلقات القليله القادمه باش نكتشف الجانب الاخر يمكن القناعه على الشخصيه هذه باش نسلقوا بالجانب الاخر فيه. هو خليط من التناقضات الشخصيه كما هو لمحله كل انسان يكون عنده تناقضات. فما انسان يكون في اللحظه هذه شرير بعد ربع ساعه يولي اطيب منه ما فماش الانسان متغير بطبعه الوقت الكل. لكن يونس فيه كتلة كبيرة من التناقضات اللي تخلينا نتسائل ونخلينا نسأله سؤالات صحيحة علاش هو هكا لين قد نوصل نتيجة أنه نجم يكون هو نفسه ضحية معنا. خليني نرجع لسعد. سمعنا الإعلان التشويقي مع غانم، فما ثلاثة أربعة إعلان تشويقي هبطوا للمسلسل، علاش أربعة؟ هو من الأول وقت اللي خذينا نمط المشروع يدلوا الممثلين إعلان الغانم إعلان الدرة هو كان اختيار منين؟ علاش خاطر وهذا كان زاد اتفاق مع إدارة التلفزة واحد إنه لازم إحنا تحبوا لتكره جينا بعد عام التلفزة ما عملتش مسلسل فإنك فما مسؤولية إنك باش تعمل عمل في المستوى وفما في نفس الوقت نجم حتى تعمل عمل كبير لكن ما يتسوقش بالبيه لأنه تحبوا لتكره هذه حقيقة إنه في وقت من الأوقات الناس هجرت التلفزة الوطنية فلازم إحنا نخدم على 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 خطة تسويقية. بدينا هذا وهذا معناتها كان بيني وبين معناتها ليكيب تاع الكوميونيكاسيون وتاع زاد إدارة الكوميونيكاسيون في التلفزة إنه نبدأ ونخدمه على دي تيزر وهذا معمول به هذا معمول به معاك لكن اللي تيزر حسيتهم أنهم حرقوا في جوانب كثير من الأحداث. هاو مثلا وأنا نسمح روحي تو باش نقول شنو الأحداث هاني ما نعرفش حتى شيء أما من الإعلان التشويقي عرفت أنه أحمد باش يحب درة زروق باش تتكون ما بينتهم قصة حب، درة باش تمرض بالسرطان شفناها لابسة وشعرها منحي وقصة الحب مع رقية وعندها كبيرة برشا وتمرض وشوف بس الحب هكا غلط فيها شوية بيه ايه مسيرش ايش يقولك ثم الدفاع شوف مثلا في الحلقة الثانية زعمة باش يقعد يقبل باش المايسترو يدخل الإصلاحية ويلعب ولا ليه بالإعلان التشويق عرفت انه باش يلعب في الإصلاحية معناتها جانب من التشويق متنحالي بمجرد اني انا شفت وما زال فما برشا تشويق انا ناكدك حاجه برشا غدرات لا هو فما راهو التكنيك انك زادت نجم تعطي الاحداث انت تعرفهم كمشاهد لكن هذا راهو انا قلت لك ما تعملش هذه هكاك جراتويتمون معناتها بالتجربه الصغيره اللي عندي بالتجربه مع الناس اللي معايا انه فما ساعات نتبع انا ونتفرج انه ساعات تلقى دي تيزر اللي يكشف لك الحكايه يكشف لك حتى النهايه شف لي علاش في نفس الوقت انت تبدا تتفرج تبدا تستنى باش توصل وقتاش رقيه باش تمرض تبدا تستنى انت تعرف اني باش تمرض لكن تستنى وقتاش باش تمرض وهذا راهو ينجم يكون ايجابي للعمل ينجم يكون سلبي ينجم يكون سلبي معاك اثنين انا برت اثنين اثنين الاحداث المايسترو النجم نقول لك حاجه الاحداث الكبيره في المايسترو اللي هي عندها علاقه بالاطفال ما خرجنا منها حتى شيء خرجت حتى شيء حتى شيء وجزء من هنا اللوم عليكم زادة كيف إنه عالم الأطفال ما دخلنا لوش عالم الأطفال أنا أقولك حاجة عالم الأطفال حكاياتهم من غدوة من الحلقة الخامسة ثم التغيير شوفينا أقولك المسلسل هذا وهني خدمة كبيرة عملها سيناريست عمادي الحكيم الكتيبة متاعه من الحلقة الخامسة ندخلوا في العالم الأطفال ندخل في أولياء الأطفال وهذا مهم خدمنا عليه اليوم في الحلقة الرابعة الأولياء خاطر نحكيه على الأطفال لكن نحكيه زاد على المآسي متاع الأولياء متاعه في الأخير هما الأطفال ما همش مجرمين لكن حتى كان أجرموا السبب شكون هي العائلة المدرسة المجتمع المايسترو في الحلقة العاشرة كانك باش تدخل في مسلسل جديد أش قلت لك كتابة المايسترو قداش عنا من حلقة 20 حلقة وكل حلقة 40 دقيقة بدون جينيريك معناتها نحكيو على 46 دقيقة بالجينيريك يعني واحد آخر يعمل بهم 52 حلقة معناتها بربي كان مستحيل أنه التلفزة الوطنية تعطينا 30 حلقة الوقت وقتاش بديتوا في المشروع احنا بدينا في المشروع بدينا في المشروع في جانفي لو كنتي باش تبدا تصور عام الجاي عطينا 30 حلقه فما جزء ثاني ولا ليه ما نعرفش العقود والمفاهيمات لا ما فماش اما نفضل انه خليها هكا انا نفضل انه المايسترو خاطر بالنسبه لي انا الحكايه باش تتسكر في الحلقه باش تتسكر نهائيا ونعطيو المفاتيح نعملوا حاجه اخرى من خير ان شاء الله بتبيع ليه احنا اليوم وين نتحلل به واليوم فما مخرج كيما لسعد في عمره يدخل الوطنيه ويعمل انتاج كيما هكا اليوم فما عبد الحميد الفلتة اللي طلع لنا يعمل في مسلسل كيما النوبه
وفما ما قيل اليوم هيكي. احنا باش نحكيوا الحكايه نتاعنا من بعد هالصبر هذا نتاع سنين وكل وقت اللي بعد 2011 ولات الناس كانوا لازم تحكي كان اللي كان ما نجمش تحكي قبل هكاك الفكره وقعدوا يحكيوا في المحظوره تويتر شنيا وكسر في التابو وكسر في التابو اليوم اليوم ولينا باش نخرفوا خرافات نتاعنا دونك ما عندناش كان المايسترو باش نحكيوا مش باش نعملوا المايسترو كسر معناتها ايبيزود 26 مثلا مايسترو زاد كسر تابوات وخدم معناتها تو في الوطنيه معناتها اول مشهد في الحانه ودبوزه حشا الشهر موجوده وكل شيء هذا خيال علمي كان قبل 2011 خيال علمي صحيح نقول لك حاجه كي مش من عادتي نحب نشكر إما المرة هذه مختلفة مع التلبس أنا أول مرة أول تعامل معه وكنت خايف وكنت خايف أبيض. بالحق كنت خايف لأنه أنا بدي كي قدمت سيناريو ما نكذبش عليك ما كنتش نتصور أنه مش أنا قدمته من 2016 ورفض كل ما جاني حتى لا رفض لا إجاب عاود قدمته 2018 كي بعد قالوا لي اخترنا السيناريو متاعك اللجنة اختارت السيناريو بعد عامين بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين اخترت قعدت هكا نقول زعما مشيش يقولوا لي إبا ما لقيت كان لونكوراجمون مادي الإمكانيات والوقوف على الوقف على المشروع معناتها هذه حقيقة واحدة مادين قدش الميزانية متاعه خلي يعرفوا الناس أنه زادت التلفزة الوطنية قدش سخرت إمكانيات مادية لهذا العمل قدش الميزانية متاعه 2 مليار كيلك والله صرفت عليه بسخة صرفت وأول حاجة ما دخلتش في حد شيء في كل ملأ أول حاجة لما نسمحش نروح زيرو يشوفوه ويعملوا لجنة احنا نعطيهم في الحلقات ديما بالمسبب واثنين في الكاستين ما صار حتى تدخل بالعكس فما اكومبانيومون للمشروع إدارة انتاج البرمجة القناة البي دي جي راه نقول في الكلام هذا مش ناوي باش نعمل أما نقول في حقيقة إذا كنت تلفز الوطنية هكا بالعكس معناتها هاو يعكس أنا شو نقول خلي يحل الباب للمشاريع أخرى وخليت معناتها احنا توا زاد نتمنى انه المايسترو في الاخر بكل هو اي عمل له وثيقه باش تقعد فما ولا. تاريخ اي بربي نعملوا ترتيحه صغيره نسمعوا غنايه وباش نرجعوا نحكيوا على تفاصيل العمل ماذا بينا نحكي على المشروع باش نحكي مع غانم اكثر على خاطر غانم قال لي كان في باله ما عنده حتى شيء معناتها ماشي ابو ظبي شديت بايدي الحقائق رمالي الطعام حصلت نعملوا احصل غانم معناتها نجم نقول دورك هذايا معناتها دور بالنسبه لك انت هذا الدور اللي نتاع رمضان السنه معناتها هذا دور في اختلافه يولد نجاح او دفعه جديده لغانم الزرلي ولا ليه دور مهم ياسر معناتها بالنسبه لي انا في كاريري كل معناتها دور معناتها كما قلت لك كنت ماشي على روحي ومن بعد شدني قلت له ليه انا ذي باش نعملوا راه ما فيش انت كنت من الاول للدور هذا ولا كنت للدور اخر نو نعش فركاستيك ممكن كأسراره اسراره مي على كل حال وقت استنى تبع على كل حال سي لسعد دوره كان من الاول شوف انا وقتها كنت يونس اكثر دور قعدت نخمم فيه خذ لي برشا وقت ما كلمت حتى ممثل عليه وما خممت في حتى ممثل بعد جاي قدامي غانم قلت الكلير كي جاي قدامي غانم ديريكت خديت الديسيزيون نتاعي بورتون هو وقت اللي جاء حكينا كل شيء ما جاوبتوش قعدت مده مش معناتها قعدت خاطر نتخيل فيه قعدت نشوف برشا حاجات خدمها مي 90% كان هو معناتها اما ما فماش راهو دور واحد للممثل معناتها مش دور واحد معناتها ليزومبيسيون اكبر معناتها هذا الدور الاول اول مره نخدموا انا ولاسعد مع بعضنا ونسيو كومبوزي انصومبل معناتها غانم يعني مازلنا باش نعملوا ممكن انت في السينما تبارك الله معناتها عملت بصمه مميزه في برشا اعمال وهذا ما عادش نتناقشوا فيه خدمت في التجارب العربية زاد ناجحه على الاخر وعندك بصمه وهاك تطلع للخليج وتطلع معناتها امورك مسهله بالكدا وهذا نتيجه نجاحك معناتها ما حتى حد متمز عليك في الدراما التونسية خدمت في أعمال وعملت أدوار باهية لكن في أعمال كانت متوسطة القاعدة الجماهيرية العمل هذايا يبدو أنه مش في ثنية العمل الجماهيري والشخصية قاعدة تطبع عند الناس لأنه مش واحد ولا اثنين يوقفني يقول لي غانم تبارك الله عليه معناتها هذا شنو اللي معناتها دور متاعك معناتها كلمة الدور متاعك حاسسها اللي ماشيين فيها حاسس وقاعد نشوف اللي رياكسيون على الحقيقه معناتها اول مره معناتها كل دقيقتين مساج كل دقيقتين ما صارتش قبل ولو انه الاعمال الاخرى زاد اللي عملتها في الدراما معناتها كان عندها نجاح كبير زاد
نجوم الليل مثلا وانا عملت كان نجوم الليل وقتها في لما في لما رهيبه معناتها كان سمير كناس اللي بديت من البلاتو هذاك واليوم فاش تعمل تقعد بيت وفلاش باك مع مراد وانا عملنا بيرسوناج حلو برشا معناها واختف ياسر في الناس التوا الناس تتفكروا لكن هذا يظهر لي على مستوى كتيبته دراميا وعلى مستوى العرس نتاعه حتى حضوره فيظني انضج شخصيه مكتوبه انا تعاملت معها في 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 مسلسل في السيكاتريس 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 تابعه لهك المشاكل نتاعه الكل الضرب اللي فيه كيفاش خدمتوها معناتها شنو هذيك مكياج مكياج نهال نحب نقول حاجه برافو عليهم الناس هذوما اللي يخدموا على الكواليس تعرف تونس عندنا تقنيين مهمين والله. كنت نحكي على فلاش باك وانا ما ذكرتش قبل فلاش باك نذكر اللي منعته هي اليمنى البرهومي في اللي كوستيوم معناها انا سيكم بالنسبه لي انا هي هذيك لكن هنا لامبريسيون البروبوزيسيون الاولى نتاع السيكاتريس هذيك هي راح عطاتني الاحساس الاول والانطباع الاول اللي بنيت عليه من بعد الكل يعني لحظه المكياج هي اهم لحظه في تعاملي يعني مع القصه معناها في كتابه الشخصيه السيكاتريس كانت موجوده ولا شوف كما تخيلت وانت لازم يكون هو بطبيعه الحاجه الباهنه انا نكون معناتها الشريك بالمعنى اني كل حاجه نقراها نناقشها مع عماد هو كاتب السيناريو في الاخير السيكاتريز انا بنيتها من حاجه واحده كيفاش الشخص هذايا بالجبروت هذايا بالعنف اللي فيه ما نجمش يكون مخدش تريحه ما عنده ولاد قبل ما نجمش يكون ما تضربش في الاخير هي سيكاتريز هي السيكاتريز هي شاهد على العنف نتاعو على الحاجات اللي عملها دوك ودليل انه كان شفت هو اول في وقتها مع شهاب تضرب يعني ديما يتضرب علاش لانه الاستفزاز اللي قاعد يعمله فما نجمش الشخصيه كيما هذه لازمني نلوج له وقتها قعدنا نحكي ولازم قعدت حتى لي كوستيم فما فلاش باك على السيكاتريس هذه ولا لا لا ما فماش هي قيمتها في انها تخلي اثر مش كان على الوجه نتاعو لكن حتى على نفسيته يعني احيانا يجيب يغزل المراه مزيانه يتفكر السيكاتريس يبطل معناتها بحاجة تعمل معناتها أكيد أنه هذوما كل أهم حاجة باش واحد يبني شخصية أنه توفر كم هيل من معلومات عليها على قد ما يكون عندك معلومات على قد ما أنت تنجم تبني حاجة معقولة وصحيحة فسيكاتريس ساهمت في حجيرة في البنية متاع الشخصية عطف بن حسين في EFM تحدث عن مايسترو فقال فيه برشا ممثلين مش باهين وفما ممثلين باهين فيه غانم كيفاش تقرأ هذا التصريح كل عمل فيه ممثلين باين وممثلين مش باين ما يظهر لي ما نعرفش في المايسترو ما نجمش نشوف حتى ممثل شفت انا رايي الشخصي نسبه الممثلين اللي ماهمش باهين مش خاطر انا في وسطه مي المايسترو يظهر لي من انجح لكاستينج انا في اعتقادي انه انجح كاستينج في اللي موجود هذا الكل توا اللي قاعد نشوفه فيه الاسعد نسبه الممثلين غير الباهين نقول لك حاجه انا باش ندخل مش معناتك بالطبيعه فما ادوار تكون راضي عليها 100% وفما ادوار تتمني تكون خير انا بالنسبه لي انا نسبه الرضا على الكاستين اكثر من 90% اكثر من 90% وعندي حتى في بعض الاحيان نحس انه دور ما مشيش ننقص من الاكس نتاعو احنا راهو السيناريو كتابته في بالك كي بدينا نصوره فما برشا مشاهد زدناه فما ديزاكس حليناه من اولاد حتى من الاولاد الصغار اللي نحسوا عنده انرجي وينجم يهزني لبعيد نقلب كومبليتمون تصريح اكيد سمعته العاطف بن حسين حول قانونيه مايسترو واليوم ماذا بيا لو كان نعطيه الحقيقه من جهتك انت من وجهه نظرك انت نسمع التصريح اللي قالوا عاطف بن حسين في EFM قال بانه تعمل بطريقه غير قانونيه وقال بانه الكاستينج تم من غادي لغادي وقال انه طريقه شراء المسلسل تمت بطريقه غير قانونيه ونعرف شكون حاضر فيها الصفقه وين تعملت ونتحداهم انهم يجاوبوني او يتقدموا بشكايه ضدي اذا كلامي غلط قبل ما يقول انه المايسترو لم يتم تمريره على اللجنه المتخصصه بقبول الاعمال الدراميه في القناه الوطنيه الاولى. بالاسعد انا سمعت الكلام هذا نجم نقول حاجه واحده ممكن الاجابه الكبيره تنجم تجي من اداره التلفزه لكن انا اجابتي مش تكون واضحه المايسترو انا نحكي ك ك ك كمخرج العمل هذا كأنا قدمته المايسترو تقدم 2016 وتقدم 2018 في اللجنه اللي تعملت لابيل دوف اللي تعملت في اكتوبر وتعد على لجنه وظن اليوم فما عضوه من اللجنه خرجت ستاتيو خليد كتبت فيه اللي صار بالضبط في اللجنه
أنا نتصور أنا عاد نحترمه برشا ونعتبره من ممثلين مهمين وإن شاء الله تكون فما تجربة معاه. نتصور إنه المعلومات اللي جات وكانت غلط. أنا كان هز تليفون ويسأل نوريه كل شيء وكل شيء. واضح هو عاطف موجود معنا، تنجم تلبسوا الكاسك وتكلموا. عاطف بن حسين صحة شريبتك، مرحبا بك، رمضان مبروك. صحة شريبتك وصحة شريبتكم الناس كل، مرحبا بكم. عاطف، بالنسبة للتصريحات اللي عملتها في إيفام بخصوص مسلسل المايسترو، قلت نتحدهم أنهم يجاوبوني أو يتقدموا بشكاية ضدي إذا كلامي غلط. المايسترو لم يتم تمريره على اللجنة المتخصصة بقبول الأعمال الدرامية في القناة الوطنية الأولى. معك عاطف بن حسين ومعك المخرج لسعد الوسليتي، ينجم يوضح لك أو أنت توضح له معناتها عدم قانونية هذا العمل كما صرحت أنت في إيفام. شكرا مزيكا اللي حاطينها فون تخوف لا نجم نقص فيها نقص في المزيكا. وي معناتها ما قلتش انا قلت بالضبط انه الاداره بتاع التلفزه الوطنيه تتجاوز القانون كل عام وتعمل اللي تحب، معناتها هذا نعرفوه الناس الكل، ماهوش باش يجيو اثناء ويطبقوا القانون معناتها في اثار الصفقات العموميه والابيل دوفر اللي خرجوه، هم قاعدين يتجاوزوا في القانون طبعا. معناتها شنو اللي غالك في كلامي مثلا؟ فما نعرف هو قالك انا من 2016 قدمت المشروع ومن عادي عاتبي اي عاتبي شنو المشكل؟ معناتها هما يختاروا من بعد الاداره تختار سيناريوهات واختاروا السيناريو مع بعضهم ومن بعد عداوه على اللجنه. اللي فهمته انه معناتها ترجع انت السيناريوهات 2016 اللي فهمته من كلام عاطف انه حاطف حتى في إيفام لم يشك في قيمه العمل كفنيه الى غير ذلك، وانما شكك في الاجراءات الاجراءات اللي اعتبرها غير قانونيه، وقال احترم العمل وعمل باهي ومسلسل باهي الى غير ذلك. ها نسمع سيلا سعد. عاطف صح شريبتك. عاطف عايش. انا جيست خاطر بالحق ما نحبش ندخل برشا في الامور هذه، ونظن تعرفني ويعرفوني حتى في تونس انا ما عنديش العلاقات اللي عندي وهذا اول عمل نخدمه مع التلفزه وشركه الانتاج اللي تنفذت الانتاج دي جي برو، كيف بعاد على كل هالحكايات هذو. انا قد احنا قدمناه 2016 وعودنا قدمناه 2018، اتصلوا بينا قالوا اللجنه وافقت على العمل. صدقني هذا نقوله راس ولادي، معناتها نعرف شنو نحكي. الباقي كل ما عندي فيه حتى فكرة. المفيد أنه تمت الأمور بأمور قانونية، حتى الميزانية متاع المسلسل الناس كل أعلنوا عليه، ويحب أي واحد تو يحب يشوف الميزانية، هو إحنا شركة الانتاج موجودين صرح زوز مليارات، معناتها كل شيء تم في أنا الرأى في طبعاً. أمور شفافية. الباقي بالحق معناتها الأمور الداخلية أنا نتصور إدارة التلفزة هي أجدر مني باش تجاوب معناتها بالحق معناتها. اسمع واش قالك. فضل فضل عاطف من الموضوع يا لسعد، تعمل في الفن على روحك وعملت مسلسل باهي نحييك عليه ويعطيك الصحه وخدمت وظاهر الخدمه وكل شيء، مانيش انا باش نقيم العمل الفني. انا نحكي على اخلالات قانونيه في التلفزه الوطنيه موجوده من سنوات ومن سنوات وما زالت باش تتواصل، مش معناتها انا ضد عاطف المايسترو. انا باش نقول لك صديقي، عندي 3 سنوات انا نتقدم ملفات للتلفزة الوطنية لتبقى الابيل دوفر اللي يعملوه من با يجاوبونا. هو بدون ما جاوبوهش قال 3 سنين، هو قال 3 سنين ما جاوبونيش. اي معناتها اليوم اي هذا خطأ نسخته عليه، معناتها هما سنة هبطوا ابيل دوفر يوفا لو 20 اكتوبر، وكمشيت له انا سيد الرئيس المدير العام اتصلت بيه قبل ما يوفا اجال ابيل دوفر، اعطاني نصائح وقال لي كيفاش باش نخدموا سنا وكذا والسيناريوهات اللي تصبوا ما كانش موجود. نعرف ان السيناريو نتاعك ينجم يكون مسبوب 2016، هل تعتبر انه هذا معناتها قانوني؟ واللجنه نتاع سنا اللي هي لجنه جديده اعطاوها السيناريو قالوا لها اقراه اذا كان يتعمل خلينا نعملوه. بعد ما تقابلته يا لسعد عايش خويا امانك، تعدى السيناريو على اللجنه بعد ما اختاروه اعضاء من الاداره نتاع الوطنيه، وتحب نسميهم لك بالاسم وين تقابلتوا؟ معناتها هكا لسعد توا ما تشبيني انا نتهم في ناس انا راني نعرفهم بالواحد بالواحد شنو قاعدين يعملوا. وراني معناتها كيما سيبتوا عليا ناسكم في المسلسل، راني طامع في خدمه ولاني نحسب في ناس ولاني نبغى في العباد. لا يا عاطف كي تقول شيء، ما هو هذا الناس اللي خارجه تحكي فيه يا لسعد
خلي نوضحوا لك. انت ما مسيتش من قيمه العمل راهو، انت ما مسيتش ما هو الناس اللي خرجت تتكلم لا هذا بيبقى خاطر تحكي مع لسعد وانا موجود لهنا معناتها زاد ما تكون جوي مينك تحكي معنا على المسلسل ما حكيتش على المسلسل وما مسلسل عجبه قال لك مسلسل بالعكس عجبني المسلسل اي اما كيف تحكي على جوانب اخرى في الانتاج هذا كل ما كانت نجم يكون كلامك صحيح معناتها تولي الحكايه كانك تبعت في الفكره نتاع الناس اللي تسمع على انه فما مسلسل ولي راه مسلسل فيه ما نعرفش شنو لا عايش خويا، امانك ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش لا ما قلتكش انا نحكي لك في فين النجم يوصل المسلسل ما جبدتوش المسلسل ما جبدتوش المسلسل عجبني ومشجع الناس باش يتفرجوا فيه ومسلسل دو كاليتي وسنا رينا اعمال ممتازه وكل شيء انا ما نجمش نضرب مسلسل فيه اصحابي وفيه ناس نحبهم وفيه ناس نقدرهم ونحترمهم ما حكيتش على المسلسل حكيت على التمشي اللا قانوني لاداره المؤسسة الوطنية متاع التلفزة الوطنية هذا أنا شنو نقصد وسميتهم بالاسم ومانيش خايف منهم وينجم يجاوبوني اقتضى التوضيح شكرا لك عاطف بن حسين في انتظار أن نلقاوك في شورب في الجزء الثاني من شورب شكرا عاطف بن حسين الممثل اللي أكيد باش تلقاوه في قناة التاسعة من خلال مسلسل شورب انطلاقا من 10 أيام رمضان به صنافة ما منافسة شرسة منافسة فما برشا أعمال محترمة ومهمة شرسة المنافسة فما حاجة مزيانة ياسر السنة اللي حاب نحكي عليها إنه السنة من سنوات ما شفناش مخرجين يعملوا على ممثلين حقيقيين السنة فما برشا ممثلين حقيقيين ما معنى ممثل حقيقي؟ معنى الممثل الحقيقي هو اللي ما اللي يتعامل مع شخصية بكل معنى اللي عنده شهادة ولا الموهوم؟ لا ما مش حكيت عنده شهادة ما عنديش على القصة علاقة بالشهادة عندك دابغ الموهبة صحيح لكن اذكي في التعامل مع الشخصية والأخذ الموضوع بجدية انك تبني شخصية به. لانه فما ناس في بالها تمثيل انك تتبدل صوتك برك ولا انك منعرفش شنو تعمل هكيك معناتها سيدي زاماتور قاعدين يسوقونا فيهم عندهم سنوات على اساس انهم ممثلين كبار في البلاد مالوغوزمون السنة فما في مسلسل عبد الحميد ممثلين ممتازين شبان اول مرة يعيطون حتى حد ما يعرف بليل بريكي اللي هو ممثل تو الناس شوف كيفاش تبع انا دخلت تو القهوه مقابل سعد بن عبد الله عزيز جبالي هلا عيال انا كافون كافون انا كافون باش نكون بحذانا بعد شويه دونك لو المايسترو هذاك الكود كور نتاعك الثاني شكون؟ بعد المايسترو نوبه لا سعد انا ولا مريت بالحق مش معناتها ان نبعد من الإجابة أكثر من غاتس طب معناتها شو الروبريك هذي باش نعملها مع هو ليه نقول لك أما هو نعطيك الانتباع غانم أنا وياك في الروبريك الانتباع متاعي أنا شفت شوية من نوبة والله أسمعني بالحق نقول لك معناتها نجاوبك قد شنو اللي شفته ما شفتش معناتها ما نجيبش أنا أشوف أنه أنا شفت شوية من نوبة شفت شوية من شوية معناتها التيزر بتاع القضية 460 أنا الحاجة اللي فرحت ويمكن الحاجه اللي نقول انا محظوظ زاد اني سنة العمل اللي عملته اول عمل درامي بتاعي نكون مع المجموعه هذه الكل هي في الاخير احنا كنا رابحين ماهيش كورسه تاع زويل هي في الاخير كل واحد يتمنى بتبيع يقدم رؤيه يقدم رؤيه الحاجه الاخرى الباهيه انه المايسترو في موضوع في الطرح نتاعو مختلف كليا على النوبه مختلف كليا هو المايسترو على قضيه 460 يعني على وليد مفيده على وليد مفيده عنده تريكو هذا الموسم الرابع نتاعو وعنده جمهوره فهذه الحاجه الباهيه راهو هذه الحاجه الباهيه الحاجه الاخرى الباهيه وشور بعد باش يخرج كيف كيف احنا زاد نحكيو مع بعضنا انا واحد من الناس باركت لعبد الحميد ماجي بارتاج التيزر نتاعنا لطفي كيف كيف هذا لازم يكون راهو مانيش بالمعنى المنافسه كل واحد فينا يحب يعمل بالبيت انا كيف نقول معناتها شنو العمل الكود كور نتاعك الثاني من بعد معناتها اللي عجبك انت معناتها لهنا كمشاهد معناتها تقول والله العمل هذا محليه والله يمسني معناتها مش معناها انه البقيه خايبين اما هذا كود كور نتاعك اما نوعدك نشوف نقول لك والله بيه. بكل واحد به ضحكت شي زين رمضان السنه شويه ما يضحكتك صعيبه لا شفت شويه بركه الحقيقه شفت السيت كوم اللي فيه نسمه
اللي فيها رباب السريري اللي نقدم لها تحية دارنام ودليب الجماعة يظل هذو مزوز تفرجت فيهم شوية يظل يعملوا خدمة مش بابة حكت وي وي شفت شفتش الهربة على التاسعة جعفر الحقيقة ما شفتش ولا لا شفتش قسمة خيان كريم وبسام ولا ما شفت أنا أقول لك حاجة هذه من وقتاش بالضبط من سبتمبر اللي فات مشيت الإيران باش نصور فيلم في إيران ما عنديش تلفزة بالعربي ما أنت عندي كلها بالبيرس ثم دونك قعدت بريسك قريب شهرين ما أنت غاديك خرجت تتكلم بالبيرس ملي روحت أي خرجت تتكلم بالبيرس ملي روحت ما عودش تفرجت في حتى شيء في التلفزة متاع تونس رجعت نتفرج كان توا في الخدمة متاع أصحابي وخدمة متاع أنا كهو لسعد الضحك شوية شفت يا حاجة والله بالحق ولا ما شفت أنا أقولك عليش على خدمة شق فتري نمشي المونتاج حتى التو منجين قديش من حلقة مقدمين أكثر من فتنا العشر حلقات فتنا العشر حلقات التصوير وفيه نهائيا وفيه تصوير من هرسة بتليفات وتوا قاعدين كملوا وخاصة نحن معناتها بالحق عطينا قيمة كبيرة لأي حاجة موجودة في يعني في البوست برود الميكساج وهوني بالحق معناتها نحيي الكيب اللي معي اللي ليل ونهار قاعدين نخدموا مش نجمو ليفري وخاطر ديما زاد العمل مع تجزئة وطنية فيه زاد ضوابط معناتها عندك أوقات لازم تعطي الحق خليني جست نقول حاجات مهمة معناتها أنه أول حاجة فما شفافية في المال العام أنت اليوم أكبرت أنه لسعد الوسلاتي مخرج مايسترو أعطانا الرقم قالك عملت كلف مليارات ومئتين حاجة كما هكا وأكثر وأكثر شوية ونجم كل حاجة أخرى اللي يحب بالحق احنا اللي يحب يجي حتى يشوف دوفيش يشوف بالحق مع فما حتى مش كتعرفش عليش على خاطر من الأول كان الهدف متاعنا حتى السيد ذا سليمة دي جي برو اللي نشكره لأنه في الأخير ما هوش منتج هو تخلي القروحه بعد توفية مدام نجوى اللي كانت معنا في المشروع الله يرحمها قلنا الهدف متاعنا ما تخصص الشركة الكل يتحط في المسلسل وكي تشوف حتى الإمكانيات اللي سوينا بها التقنية حتى الفريق التقني خدير من أحسن حتى الكاستينج راهو مكلف برشا دو تنسورت إنه الهدف هيت نعمله منتوج كبير أنا كمخرج يهمني مش أول عمل درامي متاعي ينجح كشركة يهمها وتوجي الربح بربي النقابات متاع التلفزة كيفاش تعامل معاك ما أنا شو من نوع ممكن هو حتى من نوع اللي ما نسمعش نخزر قدامي عندي أوبجيكتيف هو كان فما حديث وانت ما سمعتوش ما سمعتش كان فما حديث كان فما بالطبيعة كان فما وحق هما راهو حق أما نجيو بحق يا جماعة فماش ما سألتش أنا نجيو بحاجة أخرى شوف أنا لا فما بيان سور وفما وعلاش مخرج من برا لكن شوف راهو فما حاجة مهمة التلفزة الوطنية هي التلفزة عمومية أنا متخرج قاري في السينما في 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 مدرسة عمومية يا الكل دخلونا نخدموا في التلفزة ريكروتمون باش نوليو نخدم يا سينو كيفاش أنا نجم نعيش كيفاش أنا نجم نبدع كيفاش التقني راهو لازم المزج بين أولاد الدار والناس الفريلانس اللي يعيشوا من الشيء هذايا راهو ما يلزمناش نعملوا هالقطاعة هذايا كان كل تلفزة يخدموا فيها أولادها وتسكر على روحها أي علاش تعمل في ديزيكول دو سينما وتخرج في تقنيين وتخرج في مخرجين واضح وفي الأخير شو بيني وبينك بيني وبينك النتيجة انا كان فشلت تو ما عادش تشوفني نوري وحتى وكان نجحت انا ولا غيري ما يزبكش زاد انت نجحت عاقب او تختاض من النجاح او تختاض من النجاح نتاعو اليوم فرحانه التلفزه فرحانه لانها والنقابه فرحانه ما تعرفش علاش لانه راهو راهي مسؤوليه انا مش تنشط معايا راهو هو يعرف اكثر مني انا ما نعرفش اما انا غالب سعودي نشط معايا اما التلفزه فرحانه شوف فرحانه علاش على خاطر تحب ولا تكره راهو التلفزة العمومية الوطنية عندها دور كبير بتحب لازمها تكون موجودة الأولى الثانية الثالثة مش هذا يلزمها تكون موجودة ويلزمها محترم ومنتوج كبير كما يعني وكي تحط انت مبالغ كبيرة لازمك تشوفها في الإيماج وعمناو الغلطة انها التلفزة ما خدمتش وتعمناو الغلطة اقل منها انها خدمت عمل متواضع وثلاثة سنين التالي غلطة أقل منهم شوية أنا عملت عمل ما معجبش لكن بالخطأ تتعلم وتصلح روحك خير ما تخدم الجملة تبني زاد على نجاح واضح ما تعودش ترجع زيرو دونك موعدنا كل يوم على الوطنية الأولى إعادات فما ولا لا فما إعادة من الستة غير ربع ستة غير ربع ستة غير ربع مخي بوقت الإعادة علاش مش نص الليل كيما العادة تنقولوا في العاده راه نتذكر انا وقتها نعورت لهوي كان يتعدى نص ليل وكانت عنده نسبه متابعه كبيره برشا خاطر العباد تسهر ويفك علينا الضغط نتاع الشربه والمسلسلات والواحد انا نوع التو المتفرج انه في الثلاث ايام الحلقات الجايين باش يشوف حاجه جديده اخرى في بالي باش تقول لي باش نوعدهم باش نوليو 11 نتاع تو كان تو نسهر تو نقولوا ما يسالش طب انت تو حليت حكايه به تو نقولوا به دونك كان يسمعوا فينا ينجموا يلبيونا طلب هذا شكرا لكم غانم يعطيك الصحه على جايتك عزيزه وغاليه ونعرف التزاماتك وكل شيء دونك شكرا
للمخرج الأسعد الوستيتي.